إنه لم يدرس المقام العراقي ولم يتعرف على أسراره وخفاياه، لكن محمد سالم أجاده إلى حد الإتقان بعدما استلهم أصوله وتعلمها بالفطرة، حتى إنه صار من أبرز قراء المقام هنا وربما آخر من تبقى منهم في فرق الخشابة البصرية التي يعتبر فيها قارئ المقام حجر الزاوية الذي لا غنى عنه. فن المقام اسمع، استمع لاستاذ شعب ابراهيم، استمعت لاستاذ القبنشي، استمعت لكل المطربين قراء المقام، بس قراء المقام على الطريقه البغداديه بواحد، واحنا على الطريقه البصريه، فقمت تطلع بالخشابه اسمع هذا الغني الحكيمي، هذا الغني البهرزاوي، فتعلمت، بديت اتعلم المقام، تعلمت. ولقراء المقام في البصره نكهه طربيه خاصه ولون يتفردون به عن سواهم في المحافظات العراقية، لا سيما العاصمة بغداد ومقامها الذي يشكل مدرسة لوحده. ولعل أهم ما يميز المقام البصري مزجه مع الأغنيات المصرية وحتى اللبنانية بعدما يجري تبصير إيقاعاتها ولحنها. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا لك كثيرون هم قراء المقام في البصرة كانوا بالسنوات الماضية، غير أن أعدادهم تناقصت وصارت الآن لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، في ظل ابتعاد الفنانين الشباب عن تعلم هذا اللون الغنائي، ما يعني أنه بات مهددا بالاندثار. حاليا بالساحة هو محمد سالم، يجي من بعد سعيد العنبري، ويجي من بعد جميل خزعل، هم على عد الأصابع، بس أكثر شيء اللي ذولا يعني ممكن تعتمد عليه، يعتمد يعني عليهم. وعلى خلاف من انزوى من الفنانين، يصر محمد سالم على تحدي كل الظروف القاتمة ومواصلته لقراءة المقام بعدما أضحى جزءا من حياته. ما أتركه حتى لو يصير عمري 200 سنة، أقدر أغني أقدر أسمعه، إلا ما أغني أسمعه. مدينة البصرة، سعد قصي، الحرة.